شاء الله اليوم معناها عمل قدام جمهور أكبر في فضاء معناها كبير. نعرفوا لوسي بونطقة وتحية ليه يعطيه الصحة وميرسي بوكو على السهرية اللي عملها لنا. فنان كبير برشا لوسي بونطقة، قدروه ونحترموه. والله باهي عجبتني يعطيهم. فما الضحكة كمان. ثم ضحكة، لا تبارك الله، سيرتو الممثلة عجبتني برشا. جمهور الضاحية ديما كيما قال لك مش صعيب ولكن لازمك تحضر له بالقدا يعني. تنجم تجيب عائلتك مثل كبار صغار. عائلة شوية ونص ضحك تفدليك في مهرجان كيما ذا من أكبر المهرجانات في تونس. والله محلاها تبارك الله عليها محلاها. أي حتى هو زاد باهي. معرض ممتاز وضحكنا وتفرهدنا. نحالي غمة على قلبي أخوي. نجاح معناتها محليه وفرحة الجمهور وتقبل الجمهور للعمل. إن شاء الله ديما مهرجان رادس ديما متألق. عامل أحلى جو مع أي مع لطفي بنطقة. متابعين جريدة 619، ما قبل العرض طوال لحظات قليلة تقريبا ويبدأ عرض الفنان القدير لطفي بونطقة. لطفي ما شاء الله جمهور يسنى فيك، شو باش عم بالضبط قلنا وباش باش عامل باش عامل. مرحبا بك انت فونسوتر، ما ترتيش نتفت لقيك بحذايا ما شاء الله على خويا. ان شاء الله نيس مسرحية تيسير عنسان انتم حضرتوا في الافون بريمير كانت في باردو. ان شاء الله اليوم معناها عمل قدام جمهور اكبر في فضاء معناها كبير. بقدرة الله العمل هذا باش يكون فيه الابتسامة، فيه النقد، فيه الرقص الشرقي والرقص الخليجي. مسرحية عائلية تلم العائلة سويعة ونص ضحك تفدليك في مهرجان كيما ذا من أكبر المهرجانات في تونس. البارح كنا في صلقتة، عرض كان ممتاز وممتاز جدا، ورادس ديما جمهورها متميز. الضاحية الجنوبية معروفة من رادس للزهرة البوغرنين، معروفة المهرجانات جمهورها مش صعيب أما ذواق ويزمك تحضر له مليح كي الكوارجي. ان شاء الله ان شاء الله كما قلت لك احنا تو عملنا تورني باهي في المهرجانات، مازال عندنا العديد من العروض. ان شاء الله بقدره الله معنا العمل يكون ناجح، وفي سبتمبر ان شاء الله نرجعوا للمسرح البلدي، نرجعوا باش تكون موجوده زاده في الكوليزي، ومن بعد يجي مهرجان المدينه خاطر المسرح البلدي شهر اخر وجو اخر ودنيا اخرى. اكيد الجمهور قاعد يستنى فيك الان امام المسرح في رادس. انا فرح لك ليك انت وليت متمكن تبارك الله عليك، ولا خليت انيس لقيت انيس ودخلت وتفك فكان بالحق. انا قلت لك الكلام هذايا صحيح واني عاودت تو معناها انا فرح لك اكثر من اللي فرح الروح. وديجا خليت ليكيب قاعده تصور البرا والجمهور والاجواء المخضرمه خضره لهلوبه المسرح بالحق. انا ديما نعشقك كي تبدا تخدم مخضرمه. أيوه متفكرك العام ثم مطربه توفيت يرحمها الله سامي قال انا نجيب الخطب انت فنانه مخضرمه، قالت بس نجيب من فضلك ما تقوليش فنانه خضرت المخضرتها. اي مخضرتها، خلطت على برشا اجيال تبارك الله وتبعتهم الكل، وهذا شرف لي يعني يكون متواجده مع لطفي بونطقة، فوزي كشرود، نصل الصحفي العظيم لطفي العميري، اخراج الممثل الكبير كرام عزوز. فرحانه ياسر، تورني مزيان. امبارح كما قال لك لطفي كنا في صلقته، يعني ببليك محليهم عائلات شيخوا معنا. اليوم في مهرجان رادس براتيكمون راه تسمحوهمش، انا بنت الزهره معناتها واليوم في رادس. دونك كما قال معناتها جمهور الضاحيه ديما معناتها كما قال لك مش صعيب ولكن لازمك تحضر له بالقدا، يعرف وقتاش يضحك، يعرف يقبل النقد، يخوف شويه الحقيقه، يخوف معناتها فما جمهور يخوف. ما نحرقوش المسرحيه ولكن المسرحيه تتبنى عديد من القضايا، منهم قضايا نسويه معناتها واللي هو يحوصل اسم المسرحيه يصير على نسي. وفيه زاده مسينا جانب اللي هو موجع جدا على خلفيه قاعد يصير في الوطن العربي، معناتها من دماء تصفك من خوينا اللي قاعدين يموتوا في قطاع غزه. زاد مسينا قضايانا العروبيه القوميه بطريقتنا احنا، ما تنجمش تكون ممثل، ما تنجمش تكون مبدع وماكش متبني قضايا معناتها انسانيه. فحاولنا ان زاد كيما فما الضحكه فما الدمعه من غير ما نكملوا. فوزي كشروت في ثوب جديد وعاود رجع لهم وقال الراجل وفهمني واحنا فرحانين بهذا. فوزي كشروت وينك سبب غيابك ساعه؟ والله ما فما حتى سبب. انا مسلسلاتي عيطولي نمشي، مسرح مع اصحابي لما مع اصحابي نمشي، ما عيطوليش ما ثم شيء نقعد في الدار. بكل صراحه انت لقيت فوزي كشروت من المسرح سنه 75،
مع فرقة المنار المسرحي 75 و76 المنار المسرحي و77 المغرب العربي مع لامين النهدي. نموت على المسرح ونحب المسرح وما نأيسش. باش توعد جمهور رادس اليوم إن شاء الله؟ بإذن الله احنا حاضرين بإذن الله باش يروحوا فرحانين وشيخين 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 ديما شيخين ان شاء الله. دونك فوزي كشروت مشاهدينا الكرام نتلقاو بعد طول العرض باش يبدا طول اللحظه طول به. دونك نلتقيو مشاهدينا الكرام بعد العرض. في فلوس شملتوني في نشير سكرة صحيح جزناه هو وصرح الفيل كل ديجا تخلفوا هالي يا باي وانت عملي دور على بلاستك شير فلاس ايه افك افك في العمر اما العرس باسخته امان امان لالان امو شدينا ننت بوجهي شد بلاستك هاي واسك شو رايك في مسرحيه سير عنسيل الفنان لوتشي بونتقا في مهرجان رادس؟ اي نعرفوا لوتشي بونتقا وتحيه ليه يعطيه الصحه وميرسي بوكو على السهريه اللي عملها لنا باهيه مش خايبه وصافا ضحكتوا اي ضحكنا كمان مش تقول لك خايبه خايبه ليه مش خايبه باهيه مش خايبه برشا مسرحيه حلوه الحقيقه سير عنسيل خاصه لوتشي بونتقا عائليه وتحس معناتها الضحكه وحكي نقد برشا مس برشا بقايا اللي توجع اي صحيح تنجم تجيب عائلتك مثل كبار صغار معني تنجم تاع عائلة مش تاع قل وإحنا مثل جايب عبد مش كيش فسر لك معني تاع عبد كبير كهو معني فما عائلة يا مسرحية خلينا نقولوا عائلة هاي سبا ما هي مش خايب كنت تعود مسرحية سي العنسية تعود جاي أي في رادس أي في رادس خاصة هاي من بكري من ستة أنا لاني من ستة يا بابا يا بابا يا بابا بيه أحكينا على المسرحية عمل جو عملت جو على الاخر مسرحيه باهي على الاخر فنان كبير برشا لوسي بونتقا قدروه نحترموه وكاهو عملنا جو بالرسمي محليه مسرحيه حاجه باهيه وكاهو سهريه عدد مزيانه ويعطيهم صح والله باهي عجبتني يعطيهم فما الضحكه كمان ثم ضحكه لا تبارك الله سيرتو الممثله عجبتني برشا خضرة حرب اي تبارك الله عليه ناخذوا الرجال اي خويا فما كرياسيون فما حاجه فيها وخذي قضايا تحسها في المجتمع موجوده كل شيء موجود كل شيء العرك ما بين النساء والرجال يعني النساء والرجال حتى على النقد على على الامه العربيه فما كل شيء لطفي بندقه باش نحكيك على لطفي بندقه على المسرح هاي لطفي بندقه هو اطار عالي في المنظمه منظمه المصايف والجولات تلمذنا على يده وتعلمنا منه برشا حاجات ابدا جيت التنشيط ورد في بنت خيره ومش شوية ولا تريف عنده جمهور في رادس ومحبوب ويجي للحومة ونسرح ونفرح به ويفرح بينا اللي لا عدنا سهرية ما شاء الله أنا واحد من الناس جيت فيدد وسيرونس ودوية هفضل شنو فرهدت ونحالك الستريس نحالي غمة على قلبي يا أخوي والقضايا اللي اكيد معناتها اللي يطرحها موجودة في المجتمع مس 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 برشا 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 فئات برشا فئات مسهم وحط صبعه عني على الجرح وحط صبعه على الجرح وبرافو لطفي عدي بولا عائلية ممتازة ولطفي تبارك الله عليه وفوزي كشروت زادة والحسا خضرة حضرب زادة تبارك الله عليهم وعرض ممتاز وضحكنا وتفرهدنا وتشوف الصغيرات فهمتي شيء ما شاء الله فيه مسرحية فيه يا والله غرموا فيهم بالمسرح ملي هم صغار و ويعطيهم الصحة أما بربي بربي الجمهور الجمهور يخليه المدارج نظيفة باش يقعد ان شاء الله توك يقعد المدرسة ان شاء الله عايشك ربي يفضلك ميرسي ربي يفضلك البنوت واحلى تحيه ها سيدي تفرحت صفا الحمد لله بالمسرحيه دونك لوتشي بونت قال حقيقه يصير عنسي مشي المواضيع اللي موجوده في العائله التونسيه ما ننكروش هذه لكن ضحكنا بطريقه كوميديه بالطبيعه ضحكت تفرحت
الحمد لله تفردنا شوي. خير من اللي قاعده في الدائره في السخان. بيسو الممثله به ناخذوا رايها. محليها والله محليها تبارك الله عليها محليها. اي حتى هو زاد به محليها. عملتوا شو كوميدي؟ ليه والله عملنا شو الحقيقه عليه. وانتي يا ربي فضلك وربي يخليك زادة الله يخليك عايشك. اي والله مشاهدينا الكرام مازلنا في اجواء طبعا العرض عرض الفنان لوتشي بونتقا. ناخذوا بعض المواطنين. تفضل اختي مرحبا بك. عسلامة. مع السلامة. اي شو عملت في المسرحية احكي لنا. والله تعدي السهرية روعة يعطيكم الصحة. حكت فرهد يعطيكم الصحة. الستريس انت والصغيرات عمل جو. عملنا جو. غالية البيي ولا؟ لا لا صبا. لا لا مش غالية. والحقيقة الضحكة متوفرة. عملنا ضحكة عملنا ترهيدة إن شاء الله ديما مهرجان رادس ديما متألق. عامل أحلى جو مع إي مع لطفي بنطقة ضحكني هو برشا. عمل جو برشا جو مش شوي. بعد العرض شخنا ضحكنا تألمنا عملناهم الكل الحقيقة الناس كل فرحانة والحمد لله. خضرة حرب ما كذبناش كي قلنا لهلوة المسرح نعرف شو قاعدين نقول. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بصراحة نجاح معناتها محليه وفرحة الجمهور وتقبل الجمهور للعمل والتفاعل وما بعد العرض العباد كي تجيك وتمتحك وتعطي فيك الكلمة بتاع عباد لا يعرفوك لا تعرفهم معناتها يقول لك راك ضحكتنا راك بكيتنا راك شيختنا راو تفاعلنا مع الرقص نتاعك تفاعلنا مع وجيعتك مع الحاجات اللي عملتهم الكل دونك تتويج ليا أنا معناتها بعد تعب وكل الحمد لله الحقيقة تحية كبيرة لجمهور رادس جمهور متخلص جمهور بالحق ذويق بالحق معناتها يضحك وقت لازم يضحك يفهم الجاج مستمتع الحسينة بالفرحة متاعو وصلت لنا عطتنا باور كبير عطتنا شحنة باش نجمنا نكملوا العرض بطريقة هذه أنا ياسر فرحانة في الأيام القليلة القادمة ربما باش المهرجانات عندك شهادات معينين والله موجود. حتى لتوا عندنا إن شاء الله لو 19 في القيروان مهرجان الفسقية مهرجان كبير ياسر في فسقية القروان ما تعرفوا معناتها اهالي وناس القروان كلكم نحبكم تكونوا موجودين يوم 19 ان شاء الله في مهرجان الفسقيه قروان باش يكون عرض زاده ممتاز وممتاز جدا ويصير عنسي مازلت باش تكبر ومازلت باش تدور ومازلت باش تمشي ان شاء الله لكل ولايه وتوصل لكل مواطن. شوف انت جيت الباردو نحب نسالك انت من باردو لليوم شنو هو الفرق؟ من باردو لليوم اي الحقيقه ما تجاملنيش بربي لا تجامل اما خير تغير وفما معناتها فما يعني الحقيقه بالي اخرى صحيح مشيتو للقدام مشينا للقدام خاطر يلزمك تمشي وتترودج المسرحيه وتمشي وتتطور احنا حاولنا قدر الامكان انه نعملوا عرض في مستوى طموحات الناس اللي تتفرج نريد الناس قعدوا للاخر بالكل انيس في الطقس كما ذا معناها كي تلقى الطقس تقريبا 40 درجه وهما معناها الناس ما يروح حد تلقى تقول ثم عرض كبير برشا كبير برشا على مستوى شنو هو؟ يلم العائله عباد ضحكت وقت يلزم تضحك تفدلك وقت يلزم تفدلك تصفق وقت يلزم تصفق تقعد لاخر العرض في السخانه هذه سهريه عائليه حاولنا فيها الرقص فيها الضحكه فيها النقد متنوشه ان شاء الله نراك انت في عرض كما هكا ان شاء الله في الايام القادمه لطفي لطفي الحقيقه اللي شد انتباهي تعشوا حتى الجماهير اللي غذيناهم تعشوا راهو العبيد راهو كلمه صحيح بسيطه هي لكن كلمه ما ثم مثلا تو كيما لغاليغو كلمة عاد الإمام مثلا فهمت لغاليغو اللغلوغ ب 14 جنيه وكذا هذيك زادها سرسانة زادت احنا الكلمة مش موجودة في النص طلعت في العماري يجوا تعاشوا أنا لقيتها كيك وكيفاش قلت في يومها كيفاش تمشي وكيفاش كذا فعملنا جو خضرة تبارك الله عليها طاش تحت فدلك إلى ايفولوي زاد نضجت كممثلة فوزي كشروط قيمة ثابتة مالغري ظروفه الصحية معناها على الركح يعطي احنا ثلاثة كملنا بعضنا كيما قلت لك أهم حاجة في رحلة للعباد ما خرجت حاجه ممتازه لطفي سويل والله مواطنه كنت نستجبه بها لبرا قالت لي لاكيد تفرج في المسرحيه لي سونتيمون تاعها على الممثله خضره حرب قالت لي عملوا فيها حست بها بكيت هي, هي 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 حتى تقريبا ما ثم حتى مسرحيه على الشهيد الرمز صدام حسين معناها احنا تكريم لصدام حسين اللي هو معناها رمز الامه العربيه معناها صدام مش شوي فاحنا قدر الامكان حاولنا نرجعوا الاعتبار للرجل هذا العظيم فهمت باللي قدرنا وخضره معناها جسدت المراه المهضومه اللي قهرها رجلها اللي استغلها ماديا ومعنويا مشات الخليج كيف استغلوها فقدر الامكان هو رد اعتبار للمرأة التونسية المرأة هي الأم هي الأخت هي البنت المرأة وتونس ولادة والله يحلى حاجة أولا وكل فنان وشعبيته
وتعجبني برشا، ما عندي ما نقول، والجمهور يستنى فيها وانا نستنى فيها، وباهي تعجبني برشا. عملتوا جو، ضحكتوا وعملتوا جو. الشيخ عليه عاملين عليه جو، عاملين عليه كيف، حتى الشعب يستنى فيه وقتاش يجي. ومرحبا بكم في مره اخرى، وكما يقولها السناء راهو خير من قبل. الفنانين اللي جاوا السناء ما عندي ما نقول عليهم كلهم باهي. اه عندك شك ويصير عن سي لوتشي بونت قال حقيقه مسرحيه حلوه، يصير عن سي ويصير على رجال، يصير عليهم كلهم. ومن فضل السيد زميلكم منجي النصري، عرفت كيفاش يصير الامور، عرفت شكون الناس اللي يجيبهم يستدعاهم ويجيبهم ويتفاهم معاهم. السنه حط في بالك المسرح راهو قوي برشا.